البيشنت كين تو اريثميا اند بيس ميكر. بص ستوب شيرنج واعمل شيرنج تاني. ما حصلت معايا كده علقت اهي ظهرت اهي صوره وحشه قوي يعني. معلش الصوره ولا بس هو دي بات كوالت. الليتر اي جي ام واضحه ان هي ريجولر والاي ريجولر رابيد والفنتريكولر ريجولر برضه. هنبص على الانوتيشن ماركينج. لو بصينا على ثالث واحده في الاي اس هنلاقي الاي اس وبعدين بي بي تي بعد كده اي اس والاي في دي ليه كبرت طولت وحصل فنتريكولر بيسنج. ليه طولت؟ لان بيتحكم فين عاملين الاي في دي ليه والماكسيم تراكنج ريت او الابر ريت ليميت. ما يقدرش البيت ميكر يضرب على الاي في دي اللي احنا محددينه لان هو محدد بالماكسيمم تراكنج ريت. فالاي في دي كبرت واتعمل بيه بيتنج بعد الاي سنس. بعد كده الاي وقعت في البي فارد فحصل وين باك فينومينا. وبعد كده استمر الموضوع اي سنس بي بي وهكذا. بعد كده ذات الجود قدر يعرف ان هو دخل في اتريال تك كارد اللي احنا محددينها 170 فقلب المود لاوتوماتيك مود سويتش وابتدي اللي هو دي دي اي مود اللي هو نون تراكنج مود. تمام. فاحنا هنقول حاجه كده بسيطه عن الابر ريد بيهافير. الابر ريد بيهافير بيتحكم فيه عاملين الاي بي ديلي والماكسيم تراكنج ريت. فالاي بي ديلي لو كومبليت سايكل والماكسيم تراكنج ريت كومبليت سايكل الفنتريكل اوتبوت والاوكير ات ذا بروجرامد اي بي ديلي زي اول امبالس موجوده هنلاقي بي وبعدين اي بي دي اللي احنا محددينها وبعدين كيو اس. بعد كده لو اي بي دي كومبليت سايكل والماكسيم تراكنج ريت نوت كومبليتد الفنتريكل اوتبوت هيديلي انتل الماكسيم تراكنج ريت تايمد اوت وهيبرولونج البي بي انترفال فيحصل ان البي بي ديلي هتكبر وهتكبر والبي بي ديلي هتكبر تاني وبعد كده لحد ما يحصل وين باث لحد ما يحصل اللي هو البي ار انترفال برولونج بعد عشان يحصل اتر تراكنج. لو الاتر ريت اكسلريت تو افشنت ريت الديليد فنتريكل اوتبوت مي كوز بي ويف تو فول ويزن بي بار هيقع في بي بار زي رابع واحده وبالتالي هيحصل مش هيحصل لها تراكنج فيحصل وين باث بيهيفير. ده وده اللي حصل في الحاله بتاعتنا. بعد كده الجهاز هيحس ان البي بي انترفال اكسيد اتر تايكارديا ليميت فيبتدي يقلب على الاوتوماتيك مود سويتش زي ما حصل في الحاله وهيقلب دي دي ل 2 دي دي اي مود. المانجمنت العيان ده كان يونج ايج كان شاب بس سكور بتاعه زيرو. احنا طلبنا له سي بي سي وتي اس اتش وفي تي 4 اتفاجئنا ان تي اتش بالرغم ان هو كان عنده كمان تريمورز وعنده لوس اوف ويت فتي اتش كان لو والهاي 3 تي 4 فعشان كده البيشنت دايجنوزد از هايبر ثايرويدز وتدانا له اندرال وترانسفيردو اندوكرينولوجي كلينك. فلازم دايما في اي بيشنت لازم اكسكلود السكندري كوز اوف اتريال فيبريليشن قبل لان كان البلان لو ما فيش سكندري كوز هنعمل اي اس كارتو ونحاول نعمل له ابليشن بالاي اس كارتو. ودي حاله بسيطه وثانك يو فيري ماتش.